في الآونة الأخيرة كثرة الحديث عن استخدام العسل لمرضي السكري، فبين فريق معارض وآخر مؤيد، وتجارب ودراسات تثبت أن استخدام العسل غير ضار، بل بالعكس على أنه يساعد مريض السكري. وبهذا الموضوع صحيح. أكيد يساعده يستخدم السكر يحط العسل بداله. صحيح. طبعا كريستينا، هم اكو ناس يحكون بالاتجاه الاخر، تجارب تقول انه استخدام العسل قد يضر مريض السكري، وبسبب هذا الجدل الحاصل راح نروح هسه ويا مراسلنا عمر من بغداد من احد محال بيع العسل الطبيعي هناك، ونسال اصحاب الخبره بهالموضوع. صباح الخير عمر. يسعد صباحك عمر. صباح الخير والعافية عليكم، صباح المحبة إن شاء الله، يا رب يكون يوم حلو وجميل عليكم إن شاء الله. طبعا كان أكو تقرير عن العسل طالع، إحنا عندنا شوية معلومات عن العسل، ولكن الاختصاص هو الأهم. النحالين بالعراق طبعا التضاريس العراقية مختلفة، يعني ممكن نشوف الشمال أو الجنوب أو الغرب، بغداد ممكن همين تضاريس مختلفة، وأنواع العسل وتغذية النحل مختلفة في بغداد. لكن احنا نعرف انه العسل هو علاج لكل شيء، ولكن هو اكو اختصاصات او اكو نماذج للعسل ممكن انه تفيد بعض الامراض، او مثلا تكون منشطات ايضا لجسم الانسان. ومثل ما نعرف انه النحل ذكر بالقران، وهو العسل ايضا انه شفاء لكل الناس. احنا اليوم راح نكون يم عسل مو عراقي، العسل راح يكون يمني. المحل الخلفي هو لإخواننا اليمنيين طبعا اللي مشهورين بالعسل الجبلي أيضا، والعسل العلاجي، يعني هذا العسل مختص بالعلاج، علاج الأمراض. حتى نعرف تفاصيل أكثر، لأن احنا معلوماتنا محدودة عن العسل، احنا راح نتجول داخل المحل ونحكي ويا الأستاذ اللي موجود، حتى نشوف شنو اللي نقدر نستفيده من معلومات ونفيد الناس أيضا به. صباح الخير. أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ الله يسلمك. أنا انطيت نبذة عنك بسيطة. أي نعم، ولكن نريد نعرف حضرتك اختصاصك. انا ابو ماجد. صار لك ايش قد؟ انا ابو ماجد اليماني، صار لنا 5 سنوات بالكراده فاتحين عسل مختصين بعلاج الناس بالعسل الطبيعي، يعني هذا اول مره يعني بالعراق انه نعم. يتم علاج العالم بالعسل الطبيعي. نعم يا عمر. طبعا عمر، اذا العسل اليمني شنو اختلافه عن باقي الكريم؟ انه احنا دائما لما نشتري العسل يقولون هذا مو اصلي او هذا مغشوش، ليش دائما يصير هذا الموضوع وغش بالعسل خاصه؟ معروفين يعني اليمن هم سألوني سؤال. طبعا هي هذا السؤال طبعا في بالي جدا، لان هذا ضروري جدا للناس انه نسال شلون العسل نعرفه اصلي. يعني هو هذا مختصر السؤال، شلون العسل نعرفه اصلي؟ دائما نشتري يقولون هذا مو اصلي هذا اصلي، او الاسعار تختلف مرات، فشلون نعرف؟ والله بصراحة ما في طريقة انك تعرف العسل الاصلي الا انت تعرفه من المصدر اللي تشتري من عنده. لازم المصدر موثوق. موثوق. والشيء الثاني نتيجة العلاج، يعني قلت لك الميزة اللي احنا عندنا، الناس اتجهت النا بالبداية كان شوية صعوبة في فجوة الثقة والما جينا، لأنه مثل ما قلت ما حد يقدر يميز العسل الاصلي مو اصلي، وشافوا سعره برضه يختلف على اسعار العسل اللي بالسوق هنا. بقوا الناس يعني مترددين، فالحمد لله اللي اثبت انه فعلا حقيقه كلامنا انه هذا العسل اصلي وانه علاجي من واقع نتيجه العلاج. شو هذه نحله طب تدور العسل هاي؟ سبحان الله، دخلت من الشارع. ضيف اليوم علي. فمن خلال انه شافوا الناس، شوف هذا دليل انه عسل اصلي، شوف النحله وين راحت؟ وين راحت؟ العسل على القبل، لو مو عسل ما تجي عليه كانت. انا عندي سؤال اخر. السؤال هسه انت عندك انواع العسل، كل طبعا برطمان بعسل مختلف. فعلى يعني على تكمل كلامي، انه من شافوا الناس انه كل عسل يعالج شيء، يعني حصلنا مصداقيه، فمن واحد لواحد من واحد لواحد الى ان الحمد لله بنينا سمعه طيبه بالمجتمع العراقي. السكر هو شويه احنا نعرف انه لازم يكون بعيد عن السكريات، بعيد عن الحلا. نعم. لكن شنو سالفه العسل وياه؟ شوف، من النحال يكون في منطقة ما بها زرع أو ما بها ثروة يعني زراعية وفيرة، النحل هو بالأخير نعم كان عمر. يحتاج بس حابين نسألك أنه العسل يعني فقط من العراق لو يكون مستورد من باقي دول ثانية، يعني مثلا السعودية أو اليمن؟ يعني قصدك أنه العسل موجود فقط بالعراق لو يجي من دول ثانية للعراق؟ أنا أحسن هيك سؤال لأنه ضروري. نعم يا عمر بالضبط، يعني هيك دا أقصد. أنا يعني. كافة الدول مثلا موجود؟
يعني مثلا اكو اختصاصات، مثلا هسه العسل اليمني يمك، مثلا العسل السعودي، العسل السوري، العسل العراقي، يعني احنا عندنا استيراد، احنا ممكن يفوت للعراق. يعني انت عندك مثلا غير اليمني؟ لا انت بس يمني. انا مختص باليمني حتى يكون عندنا ميزه تخصصيه. انا نقدر نجيب كل انواع العسل، بس وين الميزه اصبحت؟ بنفقد حتى المصداقيه بالكلام. نعم. فبالتالي احنا مجبرين. عمر احنا حابين نرجع لموضوعنا، موضوع السكري، هل فعلا انه يعني انه اذا ناكل العسل مريض السكري ياكل العسل ما راح يضره كمريض سكري، او بالعكس العكس صحيح انه يضره وياثر على صحته بعد اكثر؟ حابين نعرف الجواب على هذا الموضوع. هو هسه اكثر 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 الناس عندهم امراض السكر. مرض السكر يعالجه يعني، او بالاحرى ينظمه عسل اسمه عسل السمره، هذا اللي تحتني هذا اي هذا شنو الصدفه الحلوه اي سبحان الله. هذا استخدامه ملعقه كوب على استكان مي دافي يوميا على الريق. يعني سؤالي قبل ندخل بنوعيه العسل، هل ممكن ابو السكر يقدر ياخذ اي نوعيه عسل؟ لا حتى الكميات، اي عسل بشكل عام ابو السكر محدود له ملعقه كوب يوميا او مرتين، مره او مرتين باليوم. واذا كان عسل اصلي هذا الحكي ها. بينما قل لي كيف هذا العسل بينزل السكر؟ يعني السؤال المنطقي من خلال هذا العسل ميزته يشتغل على البنكرياس، خلايا البنكرياس اللي في جسم المريض، يعني ويشتغل ينشطها يعني. ينشطها بالتالي من نشطة تفرز انسولين، تفرز انسولين خلاص انتهى الموضوع. بس عرفنا هذا السؤال. انا راح اخذكم بجوله، انا راح طبعا كلهن يمي وراح نعرف شنو واحد وشنو الخصائص مالته وشلون يجي. بس احنا اريد نعم طبعا عمر قبل تاخذنا بالجوله وتشوفنا انواع العسل، انا حابه ايضا اسالك انه اني اشوف مرات العسل يعني شفت يكون طعمه مر، واحنا متعودين دائما انه العسل يكون حلو، ولكن يقولون انه هذه النوعيه تكون افضل، وهذا الشيء يعتمد على انه على شنو تتغذى النحله، فهل هذا الشيء صحيح ويكون العسل المر احسن من العسل الحلو؟ السؤال انه هو دائما يقولون احنا نعرف انه العسل حلو واكو بعض شو اسمه مر شوي، هل الحلا او تغذيه النحله هي نفسها ممكن هي تنطي طعم العسل؟ اي طبعا، لانه اذا هي اشجار نباتات بها نوع من الصباريات تعطي عسل مر، او مثلا عندنا هذا عسل زهره حبه البركه بخيط مراره من واقع نوعيه النبات اللي ترد عليها النحل. يعني بس اطعام تختلف حسب تغذيه. المفاجاه الكبرى هذا عسل الصال، هذا لا حلو، هو طعمه حلو بس مش مر، هذا ينطيك ورا ثلاث دقائق من تاخذه هنا حراره بالبلعوم تشبه حراره الفيكس، ورا ثلاث دقائق اربع دقائق يعني، بعدين تبقى عندك ثلاث ساعات ما تروح الا حتى لو تشرب مي ما لعد ما راح نبدي منه. انا ناوي اليوم اذوقهن كلهن. اي هذا العافيه عليك، ما قايل لك احسن كان بخليك شويه راح اذوقهن كلهن. شنو نبدي منك انا خلاص بعد عندي وقت. طيب ما يخالف براحتك. زين هسه نحكي على اي شغله راح وشنو خصائصها ولمن تعالج؟ ياكل عاد منك العلاجات، هذا هنا انواع للاكل اليومي أنواع. هذه او للصحه العامه للوقايه شلون ما نقول، وسعرها مناسبه حتى كان عندنا بها عرض لهذا تشوف انه فارقات الاشياء. هذا انت اشرح ذوقنا اليوم. اليوم انا والله اريد اذوقك الحار. الحار ليش؟ تنشط على مود تعطيك حراره تكمل يومك بنشاط فاعليه. بعدنا من الصبح احنا. زين ذوق هذا مال السكر. يلا اوكي. هذا ما سكر. هذا ما سكر. حالاته مو كلش قويه. زين. خفيفه. ذوق هذا عسل اسمه عسل الكرس. هذا طبعا كان للسكر. هذا عسل كرس، هذا اللي من نعطيه للذاكره. ايه. ضعف ذاكره. ضمور خلايا الدماغ. ايه. الذاكره ضمور الولاد في اطفال عندهم تاخر نطق، اللي عندهم هذا يسموه التوحد، الاعراض مالته اللي هو يعني فرط حركه، هذا كله ينظم بشكل عام. هو يشتغل على الدماغ وكهربائيات الدماغ وخلايا الدماغ وضمور الدماغ. زين شنو اسمه؟ عسل الكرس. هذا ميزته انه النحل متغذي على غذاء الملكات وعلى حبوب اللقاح بشكل كبير. اوكي. يكون حتى لونه شويه مختلف وشكله قوامه وطعمه يعني كله مختلف. باعتبار انه انا عندي فرط بالحركه راح تعطيني شويه من هذا؟ هذا على مود ينشط ذاكرتك.
تعطي أسئلة أكثر. هسه ورا هذا العسل كله يصير باباي. يلا. ممكن انه يستخدمون يعني للاطفال الكبار مدارس امتحانات هذا كو عالم كبار دخلوا انتساب كانوا يجوا لهنا وبعد ما نجحوا يجوا قالوا اعطونا ورده اعطونا الورده هنا زين فهذا هذا شو يسوي؟ هذا عسل السدر المربعي هذا للاكل اليومي والمناعه واشتغل ايضا على شغلات بدت القح القحه عندي ما القحه هسه حناخذه بالاخير هو حاختم بمالقح حتى بعد مالقح هذا للاستخدام اليومي تقريبا للمناعه بالضبط كلش طيب نعم طيب عمر شنو اكثر نوعيه عجبتك من النوعيات الموجوده اللي ضقتها سبع انواع مو نش نوع واحد انا لحد الان ضقت ثلاثه ويراد لي مي اهم شيء حتى اقدر اسولف طبعا. عوافي عمر العافيه عليك. السكر حالاته مو كلش قويه. هذا ممكن شويه اقوى شويه اقوى بالحلا. نعم نعم. هنا عمر اسال الضيف الكريم هل فعلا كان اكو ناس استفادوا وفعلا شفوا من امراضهم ورا ما يعني اقتنوا واحده من هذول انواع العسل واكلوها والتزموا بها؟ هل فعلا صار نوع من الشفاء يعني من الامراض اللي حكى عنها الضيف؟ نسب الشفاء طبعا هو اكيد راح نسال على نسب الشفاء، انت اكيد حضرتك صار لك 5 سنين بالعراق واكيد عندك زباين يجون يعني من عرض باحتفاليه للذكرى الخامسه بالمحل 70% ايش قد نسب 70% من الناس اللي يجونا يشتغلون للشفاء، طبعا الشفاء ما بينس الشفاء هو بيد الله سبحانه وتعالى نحن نشتغل بالاسباب، بس قل لي اللي استفادوا كلهم استفادوا، بس كم نسب ايش نسب متفاوته، فينا مثلا على سبيل المثال خلطه الانجاب هي ترفع الحيامن، ترفع عدد الحيامن، تقلل تنشط الحركه، تقلل التشوهات والى اخره هذه الامور. نعم. اخذها شكرا شكرا لك عمر على هاي الجوله المميزه جدا طبعا طلعت فوائد العسل هوايه كريستينا شكرا لك عمر على جولاتك المميزه ناكل ملعقه على الاقل يوميا. شكرا لك.